بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. إن شاء الله هنتكلم عن البايبولر جانكشن ترانزستور أو اختصارا BJT. بول الترانزستور ليه وظيفتين أساسيتين بيقدر يقوم بيهم. الوظيفة الأولانية التكبير أو الأمبليفاينج. لو أنا عندي إشارة ضعيفة سواء في الجهد أو في التيار عديتها على الترانزستور بيقدر يكبر لي الإشارة، يكبر لي جهدها أو التيار بتاعها، وده يبقى في دوائر الأنالوج. الوظيفة التانية سويتشنج، إن هو بيشتغل كسويتش أون أوف. لو أنا عندي إشارة ضعيفة داخلة للترانزستور ما بين مستويين، مستوى هاي ومستوى لو، أو مستوى عالي ومستوى منخفض، الإشارة دي داخل الترانزستور بيقدر برضو يكبر لي الإشارة في الخارج بتاعه ما بين هاي ولو. ده في دوائر الديجيتال. عنده نوعين من الترانزستور بي جي تي. النوع الاولاني اسمه ان بي ان، والنوع الثاني بي ان بي. الان بي ان اختصار لكلمه نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. البي ان بي اختصار لي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب، هو اساسا الترانزستور بيتكون من 3 اطراف. الطرف الاولاني اسمه كوليكتور او المجمع ورمزه سي، الطرف الثاني اسمه البيز او القاعده ورمزه بي، الطرف الثالث اسمه الاميتر او الباعث ورمزه اي. الاقي دايما في عندي سهم على الاميتر سواء كان ان بي ان او بي ان بي. الفرق في راس السهم سواء في ال NBN أو في ال BNB. هلاقي في ال NBN رأس السهم بتشير ناحية الإميتر، بينما في ال BNB رأس السهم بتشير ناحية البيس. طيب، عشان ما تلخبطش في الموضوع دوت، أنا عندي هنا الدايود، القاعدة بتاعته بتبقى موجبة يعني بوستيف. رأس السهم بتاعته الدايود بتشير ناحية السالب يعني نيجاتيف. انا هاجي هنا على الترانزستور ابص، لو راس السهم ناحية الاميتر نقول راس السهم نيجاتيف، يبقى ان تبقى ان بي ان. طيب نيجي نبص هنا، اللي ناحية الاميتر عندي هنا ايه؟ القاعدة اللي هي بوزيتيف، يبقى بي ان بي. الرسمة اللي قدام ديت بتوضح لي ازاي الترانزستور ممكن يشتغل. انا عندي هنا اسطوانة، انا افترض ان المدخل بتاعها من فوق اسمه كوليكتور والمخرج اسمه اميتر، والاسطوانة ديت فيها انبوبة رفيعة هنسمي المدخل بتاعها اسمه بيز. في نهاية الانبوبة ديت في عندي قاعدة، القاعدة ديت قسمة الاسطوانة لنصين، النص الفوقاني هنفترض ان هو فيه سائل وليكن مثلا مية. السائل ده هيجي عشان يمشي في الاسطوانة هيلاقي القاعدة موجودة، هيلاقي الطريق مسدود فما يعديش. أمال عشان يعدي ايه اللي يحصل؟ لازم القاعدة ديت تترفع لفوق عن مكانها. لو انا جيت من مدخل الانبوبة الرفيعة اللي هو البيس وضغطت مية بقوة، ايه اللي يحصل؟ انها هترفع لي القاعدة عن مكانها، هلاقي السائل اللي فوق او المياه اللي فوق تبدأ تنزل في الماسورة وتعدي من الاميتر، وفي نفس الوقت المياه اللي كنت بضغطها في الانبوبة الرفيعة تطلع من الانبوبة الرفيعة وفي نفس الوقت برضو تعدي في الاميتر. يبقى انا الاميتر هنا بيعدي لي منه المياه اللي جاية من اتجاهين، جاية من الكوليكتور اللي بكمية كبيرة، وفي نفس الوقت بيعدي لي برضو اللي جاية من البيز بكمية صغيرة. ولازم اخلي بالي من حاجة، لو مفيش مية داخلالي من البيس الماسورة الرفيعة ديت او الانبوبة الرفيعة يبقى مفيش مية هتعدي من الاميتر. اول ما دخل المية من الانبوبة الرفيعة من البيس يبقى في مية هتنزل من الاميتر. نيجي نطبق الكلام ده على الترانزستور. ده ترانزستور من نوع NBN وهو ده اللي هنشتغل عليه لانه شائع. ده الكوليكتور، ده الاميتر، ده البيس.
التيار الكبير اللي جاي من الكوليكتور اللي هو الاي سي، والتيار الضعيف اللي هو الاي بي. الاي سي زائد الاي بي هيعدي لي منين؟ الاي اي. يبقى تيار الاي اي هيساوي تيار الاي سي زائد تيار الاي بي. لو مفيش عندي اي بي داخل الترانزستور، يعني مفيش تيار داخل لقاعدة الترانزستور، يبقى في الحالة دي الترانزستور مش هيشتغل، يبقى مفيش عندي تيار اسمه اي اي. طيب بيقول لي نظرا لان الاي بي بيبقى صغير جدا مقارنة بالاي سي فممكن اهمله، وفي الحالة دي يبقى الاي اي بيساوي على طول الاي سي زي ما الرسم هنا موضح. المايه داخله في الانبوبه الرفيعه كميتها بتبقى قليله بالنسبه للمايه اللي جايه من الانبوبه الكبيره، فممكن اهملها واقول المايه اللي خارجه عندي من الاميتر هي كميه المايه اللي خارجه عندي من الكوليكتور. الرسمه دي بتوضح لي اتجاه التيار على الترانزستور ان بي ان او بي ان بي. لو جينا بصينا على الترانزستور من نوع NPN الاقي التيار اللي جاي من الكوليكتور اللي هو IC داخل للترانزستور، والتيار اللي هو IB اللي جاي من عند البيز داخل للترانزستور، والتيار IE خارج من الإميتر. بينما لو جينا بصينا على ترانزستور بي ان بي هنلاقي التيارات اتجاهها العكس، هلاقي تيار الكوليكتور اي سي خارج من الترانزستور، وتيار البيز او القاعده اي بي خارج من البيز، وتيار الاي اي داخل للاميتر. في الحالتين هيبقى الاي اي تيار الاميتر هيساوي الاي سي تيار الكوليكتور زائد تيار الاي بي او تيار البيز، واحنا قلنا ان الاي سي هتساوي تقريبا الاي اي. احنا قلنا عشان الترانزستور اللي بالنوع ان بي ان يشتغل لازم ادخل تيار في القاعده اللي هو الاي بي. الاي بي هيخش يشغل لي الترانزستور، وفي الحاله دي اي سي يعدي مع الاي بي ويطلع لي من الاميتر. هنا بقى العكس في البي ان بي، عشان البي ان بي يشتغل لازم اسحب تيار من البيز. اول ما اسحب تيار من البيز يقوم الترانزستور يشتغل ويعدي لي تيار من الاميتر، جزء منه يعدي من البيز والجزء الثاني يطلع من الكوليكتور. في عندي ثلاث طرق لتوصيل الترانزستور في الدايرة. النوع الأولاني اسمه Common Base، والطريقة الثانية اسمها Common Collector، والطريقة الثالثة اسمها Common Emitter. في Common Base الترانزستور بيقدر يكبر للجهد لكن ما بيكبرش التيار. الطريقة الثانية للCommon Collector بتعمل لي تكبير للتيار ما بتعملش تكبير للجهد. الطريقة الثالثة Common Emitter بيكبر فيها التيار والجهد، وده اللي هنشتغل عليها ان شاء الله Common Emitter. ازاي بقى بيتم توصيلها؟ انا عندي الترانزستور الكوليكتور بوصله بالجهد الموجب في الدايرة بسميه VCC، الاميتر بوصله في الجهد السالب في الدايرة، وانا عندي هنا إشارة الدخل بتاعة الترانزستور بتجيلي من عند البيس، والخارج باخده على الحمل هنا اللي هي عبارة عن مقاومة بسميها RC. فرق الجهد ما بين الكوليكتور والإميتر بسميه VCE، فرق الجهد ما بين البيز والإميتر بسميه VBE.
وعشان الترانزستور يشتغل ال VBE بتبقى حوالي 7 من 10 فولت اللي هي جهد الدايود. الجدول ده بيوضح لي مقارنة بين الثلاث طرق توصيل الترانزستور، كومون بيز، كومون اميتر، كومون كوليكتور، واحنا مش هنشرحه لان فيه معلومات متقدمة، بس انا حاطه عشان لو حد فيه عنده معلومات زيادة ممكن يرجع للجدول ده. احنا هنتكلم عن عمل الترانزستور كمكبر. بيقول لي لو انا عندي اشارة ضعيفة بتعدي على الترانزستور بتخرج متكبرة. طب ايه اللي بيحصل جوه الترانزستور؟ بيقول لي الاشارة اللي تيارها ضعيف ديت بتخش جوه الترانزستور بتتضرب في حاجة اسمها بيتا، ده اسمه معامل التكبير او كسب التيار، بيبقى رقم كبير بقدر احصل على قيمته من الداتا شيت الخاصة بالترانزستور. يعني مثلا لو انا الاشارة داخلالي قيمة التيار بتاعها 1 ملي امبير بتخش جوه تتضرب في الرقم اللي هو بيتا. بيتا ده هنفترض مثلا اللي هو 200، يبقى اضرب 1 ملي في 200 يبقى الخارج 200 ملي امبير. يبقى الاشارة كانت داخلة قيمتها 1 ملي امبير، اشارة صغيرة تيارها صغير، في الخارج قدرت تحصل على اشارة تيارها اعلى بمراحل من 1 ملي ل200 ملي. البيتا دي موجودة في الداتا شيت، يا اما الرمز اللي احنا شايفينه يكون موجود، او HFE وهو بيتا زي ما هنعرف ان شاء الله في السلايدز اللي جايه. طيب بيقول لي ان الاي سي بيساوي البيتا اي بي. جبت منين الاي سي بيساوي البيتا اي بي؟ مش احنا قلنا ان تيار الخارج بيبقى متكبر؟ تيار الخارج ده باخده فين؟ باخده على الاي سي اللي هو هنا، تيار الدخل باخد منها تيار الخارج الاي سي اللي هو تقريبا بيساوي الاي اي. فبيقول ان الاي سي هيساوي الاي بي في الرقم بتاع التكبير اللي هو بيتا، يبقى اي سي بيساوي بيتا اي بي. مثال زي ما قلنا ان داخل الاشاره قيمتها 1 ملي امبير، بيقول لي هات التيار الاي سي. طب قال لي البيتا بتاعت الترانزستور بتساوي 200، يبقى الاي سي اللي هو التيار اللي هاخده في الخارج هيساوي البيتا اللي هي 200 اللي بجيبها من داتا شيت في قيمة تيار الدخل 1 ملي امبير، هيطلع لي 200 ملي امبير. يبقى الاشارة اللي كانت داخلة هنا قيمتها 1 ملي امبير داخلالي في البيز بتاع الترانزستور، قدرت تشغل الترانزستور عشان كان هنا في جهد 7 من 10 فولت فأعلى، يوم يستنتج لي هنا تيار او يمرر لي هنا تيار قيمته بتساوي بيتا اي بي اللي هو 200 ملي امبير. الرسمة دي توضح لي عمل الترانزستور كسويتش. بيقول لي لو انا عندي على البيز جهد الدخل بيساوي 0 فولت، في الحالة دي الترانزستور مش هيشتغل، لان احنا اتفقنا ان عشان الترانزستور يشتغل لازم فرق الجهد ما بين البيز والاميتر يكون 7 من 10 فولت فأعلى. طيب الجهد اللي جاي اللي هنا على البيز 0، مش هيجيب 7 من 10، يبقى الترانزستور هنا مش هيشتغل، هيبقى اوف. وفي الحالة دي يبقى الترانزستور هنا كأنه كسويتش مقفول زي ما احنا شايفين. يجي تيار يعدي من الفي سي سي على مقاومة الحمل، يعدي على الكوليكتور، يلاقي الترانزستور مقفول، يبقى مش هيعدي في الدايرة، يبقى هنا مفيش تيار هيمر، يبقى الجهد هنا على المقاومة بيساوي 0. طيب في حالة بقى اللي احنا وضعنا جهد على القاعدة او البيس اعلى من 7 من 10 فولت، يبقى في الحالة دي الترانزستور هيبقى اون ويعدل التيار بتاع القاعدة.
طب لما الترانزستور يبقى اون، يبقى في تيار هيعدي من ال VCC على المقاومة بتاعة الحمل اللي هي RC ويعدي في الترانزستور، وكأن الترانزستور هنا بقى سويتش اون. ويبقى جهد مقاومة الحمل اللي هي RC تقريبا بيساوي ال VCC تقريبا. ليه؟ لأن في جزء من الجهد دوت بيفقد هنا على الترانزستور ما بين الكوليكتور والإميتر. الجهد دوت هو جهد بسيط بسميه VCE كوليكتور إميتر سات، يعني ساتوريشن أو تشبع. قيمة الجهد ده بتبقى حوالي من 2 من 10 لتلاتة من عشرة فولت أو حسب ما مكتوب في الداتا شيت. ده في حالة إذا كان الترانزستور هيشتغل كسويتش أون. دلوقتي هنبص في الداتا شيت على بعض المعلومات اللي احنا عرفناها. أنا عندي أول صفحة في الداتا شيت جايب لي الشكل دوت، ده اسم الشركة المصنعة للترانزستور. الرقم دوت هو رقم الترانزستور، لما اروح اشتري الترانزستور بشتري بالرقم، فبقول لي 2N4123. ده شكل الترانزستور وموضح لي عليه الاطراف بتاعته، الاميتر البيز الكوليكتور، عشان لما اجي احطه في البي سي بي بعرف بالظبط اوصله ازاي. بقول لي جنرال بيربوس ترانزستور ان بي ان سيليكون، يعني ترانزستور للاغراض العامه، نوعه ان بي ان مصنوع من السيليكون. بيقول لي هنا في الجدول دوت ماكسيمم ريتنجز، دي اعلى قيم للترانزستور ما ينفعش ان اتعداها. بيقول لي كوليكتور اميتر فولتج او جهد الكوليكتور اميتر اللي هو الفي سي اي اقصى حاجه لي 30 فولت دي سي، اكتر من 30 ما ينفعش، يبقى 30 فاقل اللي هو ال VCE اللي هو قدام على الرسم ده، الجهد الواقع ال VCE لا يتعدى 30 فولت دي سي. كوليكتور كارنت كونتينوس او التيار اي سي المستمر هنا، بيقول الاي سي اقصى حاجه 200 ملي امبير دي سي، يعني الترانزستور اللي هو من النوع دوت الاي سي بتاعته ما تزيدش عن 200 ملي امبير دي سي. طيب لو حبينا نزود التيار يبقى نشوف ترانزستور تاني. بيقول لي توتال ديفايس ديسيبيشن ات تي اي بيساوي 25 درجة مئوية، ده اللي هو الباور بتاعت الترانزستور. بيقول لي البي بتساوي 625 ملي وات، الباور بتاعت الترانزستور اللي يقدر يستحملها 625 ملي وات، بس كانت عند درجة حرارة كام؟ 25 درجة مئوية. الباور دي اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي سي في الفي سي اي، يعني لما اضرب التيار اللي مار اللي هو الاي سي الفرق الجهد عندي الفي سي اي، لما اضرب الاثنين في بعض لازم يبقوا اقل من 625 ملي وات. طب لو زادوا ترانزستور يتحرق، ده عند درجه كام؟ 25 درجه مئويه. بيقول لي ديريت اباف 25 درجه مئويه 5 ملي وات لكل درجه. يعني ايه؟ يعني كل درجه حراره اعلى عن ال 25 درجه مئويه ابدا اقلل من 625 5. يعني لو درجة الحرارة المحيطة بالترانزستور أو اللي بيشتغل فيها الترانزستور بدل 125 كانت 30، يبقى فرق 30 درجة من 25 درجة طلعوا 5 درجات. أخد ال5 درجات دول أضربهم في 5 يبقى طلعوا 25. 25 أطرحهم من 625 يطلعوا 600 ملي وات. يبقى لو أنا الترانزستور بتاعي هيشتغل في محيط درجة حرارته 30 يبقى الباور بتاعته ما تتعداش 600 ميلي وات.
نيجي نبص على البيانات ديت، بيقول لي of characteristics ده لما يكون الترانزستور شغال سويتش في حالة الاوف، هنا لما يكون الترانزستور شغال سويتش في حالة الاون، سمول سيجنال ده لما يكون الترانزستور شغال في مرحلة التكبير، تكبير الإشارة. طيب نيجي نبص هنا، لما يكون الترانزستور شغال سويتش اوف بيقول لي ايه؟ كوليكتور اميتر بريك داون فولتج، يعني جهد الانهيار ما بين الكوليكتور والاميتر اللي هو ال VCE او ال VBR 30 فولت، يعني الجهد بتاع ال VCE لو تعدى 30 يحصل انهيار للترانزستور اللي هو VCE ماكسيمم. طيب هو ليه بيقول لي هنا حطه في الاوف لما يكون الترانزستور شغال سويتش اوف؟ لان لما بيكون الترانزستور شغال سويتش اوف بيبقى ال VCE كانه اوبن سيركت، فالجهد اللي بيبقى عليه هو جهد ال VCC اللي هو عندي ما يتعداش هنا بقى كام؟ 30. طيب بيقول لي كمان في حاجه اسمها كوليكتور كات اوف كارنت اي سي بي، اطالي 50 نانو امبير. لو انا شغال الترانزستور بتاعي سويتش اوف المفروض ان مفيش تيار هيعدي لي اي اي، لان الترانزستور سويتش اوف مش هيعدي، المفروض ما عدش تيار، لكن في الحقيقه هو بيعدي نسبه تيار بسيطه زي تيار تسريب. بيتحسب ازاي؟ باخد الاي سي بي اضربها في البيتا. طيب هي قيمتها هنا كام؟ 50 نانو. البيتا بتاعتي هنفترض انها كام؟ هو عطالي هنا مثلا من 50 لمية وخمسين، هنفترض مثلا انها 100، يبقى 100 في 50 ب 500، اسف ب 5000، 5000 نانو يعني 5 مايكرو امبير. يعني الترانزستور في حالة سويتش اوف هيعدي لي تيار تسريب. احسبه ازاي؟ اضرب الاي سي بي في البيتا تطلع لي القيمة بتاعته 50 نانو في البيتا او في معامل التكبير. هو برضو في النهاية بيبقى تيار ضعيف في معظم الدوائر او تطبيقات بنهمله. طيب نيجي في حالة لو الترانزستور هيشتغل سويتش اون، سويتش اون بقى يعني التيار اللي داخل هيتم تكبيره. احنا كنا اتكلمنا عن البيتا اللي اسمها كارنت جين، دي سي اللي هو ان التيار عندي داخل مستمر فبيتم تكبيره بحاجه اسمها دي سي كارنت جين او بيتا بتاعه التيار المستمر. احنا قلنا لها رمز اسمه اتش اف اي، خلي بالي ان الاف اي هنا كابيتال، كابيتال يعني بتدل على ان ده معامل التكبير بتاع التيار المستمر مش تيار متردد داخل الترانزستور. هنا اتش اف اي، الاف اي سمول ده معامل التكبير التيار المتردد اللي داخل الترانزستور. غالبا هما الاتنين بيبقوا قريبين من بعض، ممكن اعتبرهم حاجة واحدة. مثلا هنا 50 المينيمم وهنا المينيمم 50، الماكسيمم هنا 150 في الدي سي وفي الاي سي 200. يبقى عندي لما يكون الترانزستور شغال سويتش اون بيقول لي البيتا بتاعتي اللي هي الاتش اف اي تتراوح من 50 لمية وخمسين. امتى؟ لما كان الاي سي عندي 2 ملي امبير والبي سي اي 1 فولت. دي الشروط اللي هو اختبر عليها الترانزستور في المصنع وقال لي لما اختبر الاتش اف اي عند اي سي بيساوي 2 ملي والبي سي اي 1 فولت كانت عندي بتتراوح من 50 ل 150. طب لما جيت زودت في الاختبار تيار الاي سي بقى 50 ملي امبير، كان ال اتش اف اي او البيتا كانت 25. طيب احنا قلنا ان في حاجه اسمها في سي اي ساتوريشن او سات، لما يكون الترانزستور شغال سويتش اون اللي هو الجهد اللي واقع ما بين الكوليكتور والاميتر، وقلنا اللي قيمته بتتراوح من 2 من 10 ل 3 من 10، هي هنا في الداتا شيت بتاعتي 3 من 10 فولت.
ده لما يكون الترانزستور شغال اما سويتش اوف او سويتش اون. نيجي بقى لو هو كان شغال بيكبر اشاره متردده داخله، اشاره متردده اللي داخله بسميها سمول سيجنال. طيب السمول سيجنال كانت ايه عنده الشروط اللي تم فيها اختبار الترانزستور؟ كان بيقول لي تيار الاي سي كان 2 مللي امبير، والفي سي اي 10 فولت، وكان تردد الاشاره اللي داخله على البيز 1 كيلو هرتز. فقال لي ان معامل التكبير البيتا او الاتش اف اي في سمول، يبقى بتكلم عن تيار متردد داخل البيز، معامل التكبير بتاعه كان بتروح من 50 لل 200، من الحنة دوت بيوضح لي العلاقة بين التيار اللي ماشي في الكوليكتور الاي سي والبيتا او الاتش اف اي. خط الاوف دوت هو خط التيار بالملي امبير، وخط الرأسي قيمة البيتا او قيمة الاتش اف اي. عند 1/10 ملي امبير تيار مار في الكوليكتور كانت البيتا تقريبا حوالي 72، عند 4/10 ملي امبير تيار ماشي في الكوليكتور كانت البيتا تقريبا 100، عند 5 ملي امبير كانت البيتا حوالي 150. ده بيدل على ان البيتا او الـ HFE مش قيمة ثابتة، بتتغير مع تغير تيار الكوليكتور. الصورة ديت بتوضح لي احجام مختلفة من الترانزستور، وان كل ما الحجم بيزيد بيزيد الباور او القدرة بتاعة الترانزستور، يعني التيار بتاع الاي سي بيزيد. ده لو باور يعني تيار الاي سي بيبقى قليل، ميديوم باور تيار الاي سي بيبقى متوسط، من ميديوم لهاي ده ممكن بيوصل 1 امبير او 1.5 امبير وممكن يعدي. الواضح هنا ان الترانزستور ده نازل منه طرفين. طيب ده 3 اطراف وثلاث اطراف، البيز والكوليكتور والاميتر، دول طرفين بيز واميتر. الكوليكتور بيبقى فين؟ هو الجسم بتاع الترانزستور. واخلي بالي ان هو عامل لي هنا في جسم الترانزستور فتحة وهنا فتحتين، ده نظرا لان بيعدي في الترانزستور ده او ده تيار عالي فبيسخن لي جسم الترانزستور، فانا عاوز ابرده، فبركب الترانزستور على حاجه اسمها مشتت او مبرد حائل. بيتم ربط الترانزستور في المبرد او المشتت من خلال مثلا مسمار من جوه التقب ده بيعدي في المشتت هنا او في الترانزستور التاني من الناحيتين دول. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي نحط الجهود على الترانزستور. ارجو انكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا.